السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملفات مسؤول. النهاردة هيكون معنا حلقة حصرية مهمة لكل بيت مصري، مهمة لكل شارع مصري، مهمة لكل مواطن. حلقة بتتكلم عن الغذاء، حلقة بتتكلم عن المحاصيل الاستراتيجية، بتتكلم عن أكل وشرب المصريين، بتتكلم عن الاقتصاد المصري، بتتكلم ازاي نزرع، بتتكلم عن هموم ملح الارض، هموم محاصيل الغذاء المصرية. النهاردة هتكلم عن مساحة 3.2 مليون فدان عن القمح اتزرعت في مصر خلال الموسم الشتوي هذا العام. هنشرح ازاي نجحنا في زراعة 600,000 فدان بنجر سكر خلال أيضا الموسم الشتوي في مصر هذا العام. هنتكلم برضو إزاي وصلنا لإنجاز زراعة 1,600,000 فدان برسيم للغذاء الإنتاج الحيواني ولتوفير كافة الغذاء للثروة الحيوانية. وهنتكلم برضو عن محاصيل أخرى تهم الغذاء المصري من المحاصيل الاستراتيجية، وهي المحاصيل الصيفية زي الذرة الشامية والذرة الرفيعة، لأن احنا إن شاء الله عايزين نفهم احنا هنزرع منها قد ايه في المحصول الصيفي ومحتمل قد ايه. القيادات والمسؤولين المهتمين بوزارة الزراعة والخبراء الزراعيين بيتكلموا ان احنا عندنا هدف وأمل ان احنا نعدي السنة دي 3,300,000 فدان ذرة شامية ورفيعة. وفي نفس الوقت هنتكلم عن القطن وهنتكلم عن الأرز، محاصيل مهمة لكل بيت مصري، محاصيل مهمة لغذاء المصريين، عشان ما نقعدش النادي ونقول الرز غالي والقمح مش موجود والقطن غالي والذرة مفيش والعلف مش موجود. النهاردة هيكون معاكم ومعانا المسؤول الأول عن أهم ملف داخل الزراعة المصرية، وهي الخدمات الزراعية المقدمة لأراضي المصريين والمقدمة للفلاحين المصريين اللي هم أساس غذاء المصريين. الملف ده مهم جدا لكل المصريين عشان الأمن الغذائي المصري. النهاردة هنرحب بضيفنا وضيفكم السيد الأستاذ الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك في ديوان عام وزارة الزراعة. شرف لنا يا فندم إن احنا نحظى بلقاء سنوي مع معاليك عشان نفتح ملفات قطاع الخدمات داخل وزارة الزراعة، ونطرح على سيادتك هموم ومشاكل الفلاحين، ونسمع من سيادتك الردود والإنجازات، وفي نفس الوقت هموم الفلاحين بتحلها ازاي. ولما جيت اتكلم اقول السيد الأستاذ الدكتور، كنت اقصد كلمة السيد فعلا، لان خادم القوم سيدهم. وسيادتك دائما وابدا قبل الحوار كنت بتكلم انا بأخدم الفلاحين ومهمتي خدمة الفلاحين، وده يعني كلام دخل قلبي، فبالتالي كان ولابد ان نتحدث بكل جلال واحترام لشخصك طالما بتخدم أهالينا المصريين علشان تنمي وتطور الزراعة المصرية. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. عايزين يا فندم نبدأ كلامنا بأن قطاع الخدمات الزراعية داخل وزارة الزراعة ده قطاع كبير ومتشعب داخل كل قرية وداخل كل مركز وداخل كل محافظة. لو هنيجي نشرح نقول هذا العام كان دور قطاع الخدمات ايه داخل مصر، ومهم ازاي للزراعة المصرية. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقطاع الخدمات، من المسمى الوظيفي بتاعه هو قطاع خدمي، خدمي تنفيذي تطبيقي، يعني خدمي تنفيذي تطبيقي، وليه علاقة مباشرة على طول مع كل اخواتنا المزارعين والفلاحين وكل المهتمين بالإنتاج الزراعي من مستثمرين، سواء مساحات مصغرة أو مساحات
مكبرة بالنسبة للإنتاج الزراعي. قطاع الخدمات زي ما احنا كلنا بنسمع عن كلمة قطاع خدمات، عبارة عن خدمة مباشرة وقد تكون غير مباشرة، قد تكون مرئية ومنظورة لبعض الناس وقد لا تكون مرئية ومنظورة لبعض الناس. يعني قطاع الخدمات للوهلة الأولى هو عبارة عن توفير مستلزمات، متابعة إنتاج سواء إنتاج زراعي عام أو إنتاج تقاوي منتقاه. وهو ده الشق اللي يمكن ساعات محدش بياخد باله منه، ان قطاع الخدمات بيضم ادارتين مركزيتين بتتعانق تماما مع مركز البحوث الزراعية اللي هي بسموها الادارة المركزية لانتاج التقاوي والادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي. الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والادارة المركزية لانتاج التقاوي. الانتاج غير الفحص والاعتماد. بالضبط، دولت ادارتين مهمين جدا. ولذلك انا قلت في بداية كلامي دلوقتي في بعض الناس قد يكون العمل لهم منظور وقد لا يكون منظور. تمام. فمعنى إدارة إنتاج تقاوي دي اللي بتعمل التوازن داخل الدولة المصرية من خلال خطة استراتيجية كبيرة لإنتاج التقاوي المعتمدة داخل الدولة المصرية، بتكون قائمة على عاتق الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بالتعانق مع الإدارة المركزية لفحص واعتماد هذه التقاوي. فين أساس فين بتاعها؟ اللي هو مركز البحوث الزراعية. تمام. من خلال طبعا على رأس المعاهد الرئيسية معهد المحاصيل الحقلية اللي منوط به أو عليه مسؤولية إنتاج تقاوي المربي والأساس الذي هي تقوم عليها بعد كده إنتاج التقاوي المعتمد. طبعا احنا كل موسم سواء صيفي أو شتوي في خريطة محطوطة بيرعيها معالي وزير الزراعة سيد القصير رعاية هامة منذ توليه حقيبة وزارة الزراعة اللي هي الاهتمام بالتقاوي المنتقى. هي هنا كلمة منتقى تعريفها ايه فن؟ يعني منتقى هل انتاجها وفير ولا هل مثلا بتتعامل على نوع ارض معين ولا هل توفر مية؟ يعني المنتقى برضو عشان نبقى فاهمينها. كلمة التقاوي المنتقى اللي هي بيسموها التقاوي التي تم استنباطها من خلال مركز البحوث الزراعية ولم يتم تداولها الا من خلال القنوات الشرعية للانتاج، يعني ليست ملك اي فرد هياخدها كده ويروح وخلاص ويطلع تقاوي ويقول لك دي تقاوي منتقاه. لا، التقاوي المنتقاه لها سلم تدريجي للانتاج. زي ما قلت لحضرتك في بذره مربي بيمتلكها مين؟ الباحث بمركز البحوث الزراعيه او الشركات الوطنيه الخاصه داخل الدوله المصريه. بعد كده بذره تقاوي الاساس برضه بتمتلكها مركز البحوث الزراعيه او المراكز البحثيه. المرحلة الثالثة اللي هي التقاوي المعتمدة ودي اللي هي بيتبناها أو بإكثرها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وأيضا الشركات الوطنية داخل الدولة المصرية أو شركات أجنبية برضو بتستثمر في مجال إنتاج التقاوي داخل الدولة المصرية، وكله بيصب في زيادة الإنتاج لهذه المحاصيل أو لهذه الأصناف داخل الدولة المصرية، لأن إحنا كل هدفنا إيه؟ زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة لمصلحة الأمن الغذائي المصري والعائد الاقتصادي المجزي للفلاح المصري. ولذلك هنا بنقول التقاوي المنتقى ديت ممكن تكون ما هيش منظورة لبعض الناس، لكن إحنا بنحاول نوضحها في البرنامج مع سيادتك شرفين بحيث تصل لكل مستمعينا ان في حاجه اسمها التقاوي المنتقى وبيوالي بيها معالي فخامه رئيس الدوله افتح السيسي، وتم ايضا مش هنقول بس الاهتمام بالمحاصيل الرئيسيه اللي هي زي القمح والذره والرز والقط، ولكن فيه برنامج وطني اخر تم التوجيه به من فخامة الرئيس افتاح السيسي
ويتبناه تبني شبه يومي معالي وزير الزراعة السيد القصير. شبه يومي، شبه يومي، لأن هذا البرنامج الوطني بالذات لإنتاج الخضر اللي احنا كنا في عجز جديد جدا في الدولة المصرية، كنا بنستورد أزيد من 98% من تأول خضار. دلوقتي اتحطت باكورة إنتاج أو برنامج وطني لإنتاج تأول خضار داخل الدولة المصرية، ولذلك ده بيعتبر إضافة كبيرة جدا داخل الدولة المصرية. وليه هنقول الخضار بالذات؟ وليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى أولوية؟ وليه متابعة صارمة يومية من معالي وزير الزراعة السيد القصير؟ إن إحنا عندنا بيسموها التوسعات الأفقية. تمام. التوسعات الأفقية عبارة عن إيه؟ إضافة مساحات أرضية جديدة. طيب بالإضافة إلى عندنا 100,000 صوبة بيتم إنشائها داخل الدولة المصرية. مش ممكن كل هذا التوسع الأفقي وكل هذه الصوب الزراعية يتم زراعتها بدون ما يبقى عندك أساس لإنتاج تقاوي. صحيح. مش هنعتمد على كل الاستيراد لتغطية كل هذه المساحات. ولذلك احنا عندنا بنمشي حاجة اسمها الفكر الاستراتيجي، اللي انا شخصيا انا بحترمه. لما بنحط موضوع معين او مشكلة معينة بنحاول نحط كل الحلول المرتبطة بهذا الموضوع. لما بنقول فيه توسع افقي يعني اضافة ارضية جديدة، بنقول فيه اقامة صوب يعني فيه محاصيل بستانية او خضر هتنزرع داخل هذه الصوب هتحتاج الى تقاوي. طبعا يبقى لازم يواكب كل ده برنامج وطني قوي لانتاج تقاوي الخضار لتغطية هذه المساحات اللي بيتم انشاء الصوب فيها حاليا، وهي باينة للكل وعلى الطرق العامة، وممكن وانت ماشي على طريق الفيوم بني سويف تبص تشوف الصوب دي كلها. برضو الصوب اللي بدأت تنتشر دلوقتي ثقافة انشاء الصوب في الاراضي الزراعية لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه والارض، اللي هي برضو ايضا بتساهم مساهمة فعالة في حل جزء من المشكلة اللي احنا بنعيشها داخل الدولة المصرية اللي هي نقص كميات المياه. فدي بيعتبر نوع من التوسع الافقي. التوسع الرأسي اللي هو بدأ معالي وزير الزراعة سيد القصير منذ توليه حقيبة وزارة الزراعة كان عنده اهتمام بليغ بالتوسع الرأسي. التوسع الرأسي دي ليه علاقة مباشرة على طول. اول شيء التقاوي المنطقة، التوصيات الفنية، تقاوي منطقة توصيات فنية تستخدم بتزود الانتاجية من وحدة المساحة الفعلية المحدودة دون اضافات ارضية جديدة. كأنك ضفت ارض جديدة لكن ما جاتش عن طريق اضافة مساحات، لا جات عن طريق توصيات فنية وتقاوم منطقة. فعلى سبيل المثال لو احنا بصينا لمحصول قمح كان من 3 سنوات أو 4 سنوات بنغطي تقريبا حوالي من 27 ل 30% من مساحة القمح بتقاوم منطقة. يعني 30% يعني مثلا انا استنادي لو زرعت 3 مليون فدان كان منهم زمان من 30% منهم، 30% منهم فقط لا غير التقاوي بتطلع من وزارة الزراعة، التقاوي بتطلع تقاوي منطقة سواء من وزارة الزراعة او من الشركات الوطنية منطقة داخل الدولة المصرية. بدأ التضرر كده منذ 3 سنوات، السنة التالية بدأنا نرفع ليه تغطية 45%. هذا العام، العام اللي هو اللي احنا فيه حاليا اللي هو 23. الشتوي 22-23 في القمح، بفضل الله سبحانه وتعالى تم تغطية أكثر من 70%. طيب التقاوى التي جاري إكسارها الآن، يعني احنا لو بصينا الآن هنلاحظ ان كل الفريق بتاعنا في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وفحص واعتماد التقاوي منتشرين بالتوازي مع حصاد المحصول العام أو المحصول المعتمد لإنتاج تقاوي منطقة هذا العام موسم 22-23 لتغطية 100% من المساحة إن شاء الله الموسم القادم 23-24. يعني كان مستهدف عندنا تغطية 70%، عندنا إن شاء الله مساحات منزرعة إن شاء الله بنأمل إن احنا نتحصل منها على أكثر من 240,000 طن تقاوي تغطي تقريبا المستهدف العام القادم 4 مليون فدان قمح ان شاء الله. طبعا عندنا ان شاء الله
كمية تقاوى هتنتج هذا العام تحت رعاية الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، الشركات الوطنية الخاصة، لكن طبعا أكثر من 70% منها في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بمشاركة طبعا القطاع الخاص اللي احنا كلنا بنشيد بيه وبنقول له ايدينا في ايديكم لبناء الانتاج الزراعي داخل الدولة المصرية لتغطية موسم 23-24 100% من المساحات بتقاوى منتقاة. كلمة تقاوى منتقاة يعني بضيف من 1.5 لـ2 أرداب للفدان الواحد. سبقتني في هذا، كنت عايز أقول لك أنا فلاح، أنت تقول لي تعالى خد تقاوى منتقاة، طب أنا هستفاد إيه؟ لكن أنت حضرتك بسم الله ما شاء الله جاوبت على السؤال من قبل ما نسأل. طيب حضرتك دلوقتي أنا عدي 10 فدادين وخدت تقاوى من جاري وخدت تقاوى من عندك، هل الإنتاج بقى بيزيد إزاي ومع التوصيات؟ لا، أنت لو خدت من عند جارك من المتوقع إن المحصول هينزل سن. ليه؟ إن الجار ده عبارة عن أرض مزروعة ليست تحت اللي بيسموها الكنترول أو المتابعة أو الرقابة من بداية موسم الزراعة حتى الحصاد، سواء الرعاية التقاوي اللي هي بيتم استخدامها تقاوي أساس، مقاومة الأمراض والحشرات اللي موجودة فيها، ثالث شيء إزالة أي نبات مخالف عن الصنف المنزرع، الرابع شيء اللي هو الإعداد نفسه، هذه الكميات المنتجة بيتم إعدادها إعداد جيد، تم عن طريق غرابيل، تم فصل الحبوب الضامرة، الحبوب الصغيرة، الحبوب اللي هتكون يعني القدرة بتاعتها على الإنبات ضعيفة بيتم استبعادها أثناء مراحل الإعداد والغربلة. خامس شيء، هذه التقاوي تعامل بمبيدات فطرية وحشرية تحافظ عليه عشان لما توصل لإيد أخونا المزارع العام التالي بفضل الله سبحانه وتعالى يقبض ضمن أن كل حباية داخل الشكارة دي هيتم زراعتها تطلع نبات وهتطلع نبات، ونبات صحي مش نبات ضعيف. شيء طبيعي لما نبات يطلع قوي وما هوش ضعيف ما فيهوش أمراض يبقى شيء على طول هيعبر عن نفسه تعبير حقيقي كإنتاج. بالإضافة طبعا زي ما بيقول معالي وزير الزراعة السيد القصير الالتزام بالخريطة الصنفية. يعني إيه خريطة صنفية؟ ما هي دي نوع برضو من أنواع التوسع الرأسي. تمام، يبقى أنا خدت الصنف اللي يجود مثلا في محافظة البحيرة أو في محافظة الشرقية قد يختلف تماما عن اللي بيجود في محافظة المنيا أو في محافظة قنا. فهنا بتوزع التقاوي خريطة صنفية من خلال زملاء بمركز البحوث الزراعية بيدي روشتة كده لكل صنف، الصنف ده يفضل زراعته في محافظة كذا وكذا وكذا، والصنف الثاني ده ان بسم الله ما شاء الله احنا عندنا بصراحة مركز البحوث الزراعية بيمتلك عديد من الأصناف سواء لمحصول القمح أو الرز أو القطن أو خلافه، فبيدينا كده تقسيمة انهي صنف يزرع في المحافظة الفلانية اعلى انتاج واعلى، بحيث لما تحطه في المكان ده يعبر عن نفسه تعبير حقيقي يدينا اعلى محصول. يعني ممكن انت تبقى شايف محصول كويس في محافظة قنا وانت رايح بحري كنت تزور واحد هناك صديقك او واحد قريبك ساكن في قنا يعجبك المنظر دي فانت تجيب منه حبة تقاوي وتروح تزرعهم مثلا في كفر الشيخ ما يدوش الكفاءة، ممكن تزرعه للأسف لا يعبر عن نفسه تعبير حقيقي، ممكن المحصول انت كنت شايفه عند قريبك في قنا بيعدي العشرين أرداب للفدان او الـ22 أرداب للفدان، ممكن لما تاخده في محافظة في الوجه البحري تبص تجي عداك 16 أرداب او 15 أرداب، فانت بتكون هنا خاسر او فاقد للايه طبعا. المحصول، ولذلك بنقول اتخاذ السياسه الصنفيه مع طبعا نفس مع التوصيات مع نفس الخدمه، هو كده قلل المحصول بس خد نفس الخدمه نفس الاسمده ونفس كل حاجه بالظبط، اللي هي بيسموها التوصيات الفنيه الضروريه للمحصول عشان يبدا يعبر عن نفسه تعبير حقيقي. ودي ان شاء الله احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بقالنا 3 سنوات دلوقتي هذا النهج احنا ماشيين فيه وان شاء الله لا تراجع، ونبدأ بالفعل بنحصد قيمة هذا العمل الآن. لما احنا دلوقتي طبعا احنا في بدأنا ندخل على موسم حصاد القمح
بقى دلوقتي تقريبا حوالي 10 ايام بدايه كده خفيفه، لكن ان شاء الله هندخل. طب دلوقتي بالنسبه للقمح بقى فندم، المشاهد عايز يطمن وبرضه يعني لازم نبرز انجازات، هل في انجاز فعلا في الكميات؟ يعني احنا خلاص زرعنا تقاوم التقاه، استخدمنا التوصيات الفنيه للاسمده والخدمات الزراعيه، وفي نفس الوقت التزمنا بالسياسه الصنفيه او الزراعه الصنفيه لنفس التقاوي في نفس المكان اللي حضرتك قلته عليه، يعني مشينا على الارشادات الزراعيه. هل السنه دي القمح وصلنا لمساحه قد ايه؟ والمساحه دي اللي وصلنا لها هل هي مرضيه لوزاره الزراعه؟ وهل هي مرضيه للدوله المصريه؟ يعني نعتبر انجاز ونسبه كام؟ وفي نفس الوقت الفلاح مكسبه ايه؟ بالظبط. حضرتك يعني انت جيت على حته مهمه جدا اللي هي اهميه التحول الرقمي. السؤال بتاع حضرتك هناخدوه من ناحيه التحول الرقمي. اتفضل. التحول الرقمي اللي هو عباره عن ايه؟ تدقيق المساحات بتكنولوجيا الحديثه. كنا الاول بنعتمد اعتماد كامل على الحصر الميداني اليدوي. دلوقتي عندنا اقمار الصناعيه وبتصور لنا المساحات على الارض، بحيث متخذ القرار يكون في دقه في المساحات، دقه في متوسطات الانتاج، اعطاء مؤشرات اوليه ممكن استخدامها حتى بعد الزراعه بخمسين ستين يوم، ممكن استخدام هذه الارقام لوضع سياسات داخل الدوله المصريه للانتاجيه المتوقعه، ووضع سياسة المستقبل. يعني هل هنستورد ولا هنصدر واحتياجاتنا كام؟ كل دي دلوقتي من خلال التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا الحصر الالكتروني بدأنا دلوقتي الحمد لله بنجني ثمارها ايضا داخل المجال الزراعي. يعني احنا السنة دي كان عندنا اكثر من جهة بتعمل تصوير الكتروني للمساحات الارضية، بالاضافة طبعا برضو للحصر الميداني. ورغم ذلك احنا تحصلنا على ارقام عن طريق القمر الصناعي، انا يعني ممكن هنقولها برضو بس مش مشكلة، يا ريت وهو ما فيش شيء بيولد في يوم واحد. طبعا لكن احنا بنتعلم الحقيقة مع مدار العمر او الزمن. هي الشفافية عشان بالزبط. ننجز. انا النهاردة بعرف ببقى شفاف، بعرف عيوبي ايه وسلبياتي ايه عشان اعالجها، وفي نفس الوقت مش عيب ان انا بتطور من نفسي. بالظبط. العيب ان انت تفضل شايف غلط وواقف عليه وتغمض عينك وتقول ان مش مفيش غلط. لا الغلط. لكن النهاردة احنا لما النهاردة نجحنا والدولة المصرية بتنجح، هو احنا السنة اللي فاتت زي السنة دي؟ طبعا لا. ما انا بقول لحضرتك يعني احنا كنا اخذنا يعني حوار ما بين المساحات، فقلنا ندخل جهتين عن طريق الاستشعار عن بعد يحصروا لنا المساحات، وبالفعل الاستشعار او التحول الرقمي زي ما بيقولوا استخدام تكنولوجيا الرصد جابت ان المساحه بالفعل 3.8 من 10. لكن احنا قلنا لا، هنلتزم هذا العام بالحصر الايه؟ اليدوي الميداني او اليدوي. ليه؟ احنا بنغير سلوك مع المهندس الزراعي، فمش عاوزين يبقى في تصادم ما بين التكنولوجيا والتقدم والعامل البشري. احنا برضو لازم ناخد الحته دي في النص. لما نيجي نعمل شيء يبقى في حوار ما بين الاله المستخدمه كتكنولوجيا او تقدم، وكذلك المواطن او العامل البشري. وبنبدا نحط هذه الارقام للساده الزملاء الزراعيين مهندسينا الزراعيين عشان نعالج اوجه بالظبط اوجه القصور فيه ونعدل ونعدل وما نتمسكش برأيي. انا رايي انا قلت ايه؟ لا انا قلت ايه؟ ولذلك دخلنا مكانين يرصدوا عن بعد الكتروني، ودخلنا العامل البشري. احنا كان ممكن نقتصر وخلاص وناخد العامل الالكتروني وخلاص، لكن لا، احنا بنتعامل في المجال الزراعي كمهندسين زراعيين لنا علاقة مباشرة بالأرض طبعا، فلازم كان يحصل هذا الحوار. وبنعمل اجتماعات هنا في ديوان عام الوزارة، بيحضر فيه كل وكلاء الوزارة على مستوى الدولة المصرية، وبنعرض فيه هذه البيانات، وكل زميل دلوقتي عرف ان الرصد بقى الكتروني. مفيش تجاوز. لكن احنا بنقول السنة دي احنا خدنا برصدكم البشري، لكن خلي بالكم السنة اللي فاتت احنا صورنا الكتروني، وهذا العام بنصور معاكم الكتروني. هيبقى بعد كده بيننا وبين بعض عتاب
في المساحات المنقولة، لأن إحنا بناخد عليها قرارات داخل الدولة المصرية. التنويه برضو والتوضيح عشان برضو المشاهد ما يقولش يعني إيه الفرق. لا، الفرق كبير. النهاردة لو 100,000 فدان وقعوا في الحصر ما فيش أسمدة ليهم، ما فيش خدمات ليهم. أيوة. ما فيش تقوي ليهم، فدي مشكلة، مش مشكلة هينة. الميت فدان شوف تكلفته كام، خدمات على الدولة، أسمدة وتقاوي وكمية مية، وحتى لو انت ما رصدتهمش مش هتوفر لهم، فبالتالي هيشتريها من السوق السوداء او يتصرف ازاي، ففي معاناة. وده ودي فعلا يعني بادرة وكويسة ان مسؤول قيادي داخل وزارة الزراعة بيحاول يطور وبيعتمد على التكنولوجيا والحياة الرقمية عشان الإصلاح وعشان الإنجاز، عشان الفلاح يحس، ما يروحش النهاردة الجمعية يقول له لا ده ما جالكش سماد. طب ازاي؟ اصل ما جالكش الحصة مش موجودة، في نقص في الحصة. ما كده مش هبقى في نقص في الحصة بقى، لما ندقق الأرقام ونركز في الحصر هنجيب الحاجات اللي محتاجينها كخدمات ونحطها مظبوطة. صح كده؟ كل ده مظبوط سعادتك، وكل ده برضو من ناحية التحول الرقمي اتربط بالفعل، مش لسه هنقول هنربطوه، بكارت الفلاح، الحيازه الالكترونيه كارت الفلاح. يبقى عندنا رصد الكتروني، في حيازه الكترونيه هيتسجل عليها المساحات، هترسل الكتروني برضه لانها بتصور وهتسجل المساحات. يعني انا مثلا في قريه ما بالظبط الرصد الالكتروني الامر الصناعي جاء قال القريه دي فيها 100 فدان معروف ان القريه دي الجمعيه دي بتاعتها كذا، انت بتنزل لها الاسمده بتاعتها على الحصر. تمام كده. ليه احنا داخلين على هذا التقدم؟ زي ما قلت لحضرتك احنا بنعاني من شح مائي، وعاوز استفيد بكل رقم يطلع استفادة قصوى وفي محله. تمام. بحيث انا لما احصر صح هوفر نقطة مية، هاخدها في مكان تاني محتاجها هذه النقطة المية، هتضيف لي مساحة ارضية تساهم في الامن الغذائي داخل الدولة المصرية. ولذلك كل دي بتعتبر معلومات بنربطها كلها مع بعضها للوصول في النهاية لتعظيم الاستفادة من المساحات المنزرعة، وضع استراتيجية سواء تصدير أو استيراد، استهلاك كميات المياه وكيفية الاستفادة العظمى وتعظيم الاستفادة من قطرة هذه المياه. وعندنا طبعا الأراضي الصحراوية كلها مفتوحة، لأن دي هو ده الامتداد الطبيعي اللي بينقصه المياه. فكل دي حلقات بنبدأ نوصلها مع بعضها بحيث نوصل في النهاية إن شاء الله لنتيجة مرضية بالنسبة للقمح. يعني القمح قلنا، استنى يا دكتور عباس، يعني أصل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام خطير مش قليل. يعني أنت عايز تقول لي إن النهاردة وزارة الزراعة هتحافظ على عدم استنزاف الموارد الطبيعية للدولة من مساحة الأرض ومن المية ومن كمان الاقتصاد اللي بيتحط او بتصرفه الدولة على الاسمدة، ان انت عايز تقول ان كل فلاح هينزل له جرعة كذا مية، جرعة كذا اسمدة، ده هيبقى اندر كنترول حتى على كارت الفلاح؟ حتى على كارت الفلاح. واحنا ما بنقولش كلام كده، لا احنا بنقول كلام، احنا بنقول احنا ناس تنفيذين على الارض. طبعا بقالنا سنتين دلوقتي بنسمع على تطوير المراوي والمساقي، وده على مرأة للكل، مشروع قوي، الترع اللي بتتبطن والتستخدم والقنوات الفرعية اللي بتطلع مية للحقل فوق اللي هي بسموها المروة الخاصة أو المروة الصغيرة اللي بتاخد من الترع الرئيسية على رأس الأرض، سواء تبطنها أو بنائها أو في أسلوب راقي في استخدام المياه وترشيد المياه. في الحتة دي نظم الري نفسه اللي بتستخدم، مش عاوزين يبقى فيه إهدار للمياه. حضرتك يعني لفت انتباهي النقطة، أنا فلاح وفي مثلا في محافظة الشرقية وفي مركز الزقازيق مثلا، وعندي أرض في قرية عندي 10 فدادين بزرعهم قمح، خلينا في المحصول اللي دايما الدولة بتنادي بزراعته عشان الاكتفاء الذاتي. أنا لو جيت لك هنا وزارة الزراعة وجاي عايز أقول لك ده أنا ما صرفتش أسمدة والجمعيه بايظه والدنيا خربانه، وي هتقول لي اقعد مكانك استنى دقيقه واحده وتقوم تجيب لي الحصر كله وتطلعني وتشوف الجمعيه كذا كذا في خلال اليوم اللي انا موجود معاك فيه؟ مش هتستنى تقول لي استنى لجنه ومراقبه والكلام ده؟ ما خلاص، ما هو ده بقى يسموه التحول الالكتروني او التحول الرقمي. اللي احنا بنامل فيه ان شاء الله مع اكتمال المنظومه، وقريبا ليست ببعيد، قريبا خلال هذا العام ان شاء الله 2023 ستكتمل هذه الدوائر، انصاف الفلاح. انصاف الفلاح. زائد بالنسبه للقمح بالذات اللي احنا بدانا الحوار فيه،
لو احنا بصينا كده العام الماضي وقبل الماضي وهذا العام فيه حوار حلو ما بين الحكومة كحكومة واستراتيجية انتاج قمح وما بين الفلاح المصري. ازاي بقى يا فندم؟ احنا دلوقتي قلنا القمح ده محصول استراتيجي طبعا، وعاوزين نوفروه داخل الدولة المصرية طبعا عشان نملك غذائنا، وعاوزين ندعم الفلاح المصري كما يقال البعض في الاعلام المختلف. فبالفعل كان فيه رؤية لوزارة الزراعة مع الوزير الزراعة سيد القصير يعني أشر إليه عشان نحط سياسة زراعية ناجحة لمحصول القمح، يؤخذ قرار التسعير قبل موسم الزراعة. انت كده دخلت بقى في الزراعة التعاقدية بقى بالظبط كده قبل موسم الايه الزراعة. ليه؟ الفلاح احنا عارفين هو اقتصاد بطبعه طبعا، فعشان انا اتوسع في زراعات القمح كحكومة هتشتري مني القمح، وتوضح لي مين هيشتري مني القمح. كانت واضحة جلية اللي هي وزارة التموين والتجارة الداخلية متمثلة في هيئة السلع التموينية. دي خلاص يبقى أول نقطة الفلاح اطمن هيبيع لمين. طيب هبيع بكام؟ السعر العادل. السعر العادل صحيح، لان في محاصيل منافسه بالنسبه للفلاح عشان انا فلاح افاضل واشوف هكسب في انه وفي استخدامات منافسه برضه للمحصول صح، يعني في محاصيل منافسه اثناء موسم الزراعه وفي محاصيل منافسه في الاستخدام نفسه بتاع القمح. ازاي يعني يعني احنا بنقول مع بدايه الموسم عندنا برسين بينزرع، عندنا بنجر بينزرع، عندنا فول بينزرع، عندنا شعير بينزرع، عندنا قمح بينزرع. محاصيل شتوية. محاصيل شتوية. تمام. وأنا بوجه المزارع لصالح استراتيجية داخل الدولة المصرية. بيسموها السياسة الزراعية داخل الدولة المصرية. تمام. طب أنت عاوز تنجح السياسة الزراعية داخل الدولة المصرية؟ بس اسمها سياسة طبعًا. زراعية. طبعًا. طب أنت عاوز تنجحها عشوائي؟ لا طبعا. ولا يتحط رولز معين؟ او خطوط نظام. نظام معين او خطوط عريضة للتعامل مع هذا المحصول. فكانت البداية في نهاية اغسطس العام الماضي 2022 وانا فاكرها زي النهاردة يوم 30/8/2022 الاعلان عن السعر للقمح، ولن يقل سعر قاطعي. كانت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مش سعر قطعي، احنا بنحط سعر استرشادي وقلنا 1000 جنيه للأرداب، والنظر في الأسعار البورصة العالمية أثناء موسم الحصاد النمو والحصاد، والنظر مرة أخرى أثناء موسم الحصاد للسعر العادل للفلاح. فاحنا زي ما شفنا في نهاية شهر 8 العام الماضي 1000 جنيه، بعدها بشهرين مع بداية شهر يناير تم رفعه إلى 1250 جنيه للأرداب الواحد، ومع دخول موسم الحصاد أوفت الحكومة أو الدولة الحكومة المصرية مع المزارع المصري بالسعر العادل للأرداب 1500 جنيه للأرداب القمح الواحد. 1500 جنيه 1500 جنيه لأرداب القمح الواحد. تمام. طبعا معنى ذلك ان فعلا الاسعار العالميه حاليا بالنسبه للقمح تقريبا الاسعار المحليه قد تزيد سنه صغيره او بتساويها. انا بعتبر ده سعر مجزي لكل اخواتنا المزارعين طبعا. وفي ميزه ثانيه اخرى، هو بياخد القمح دلوقتي يعني افضل الاسعار او بالاسعار العادله تعتبر مقاربه للعالميه بالظبط. فيه ميزة أخرى احنا مش عايزين نغفل عنها، إن برضو كل المواطنين المصريين وخاصة إخواننا المزارعين بيرد لهم رغيف العيش طبعا في رغيف مدعم بخمس قروش تموين، يعني هو كده خد الميزتين. ميزة إن هو بيبيع للحكومة لهيئة السلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية الأرداب بـ 1500 جنيه أرداب بالواحد، وبياخد الرغيف العيش فيما بعد اللي هو اساسا بيبيعه للحكومه او الحكومه بتبيعه بتدي للمواطن، بتبدا ترجعه ليه للمواطن في صوره رغيف مدعم. يبقى هو خد الميزتين، اعلى سعر وحصل على رغيف الخبز المدعم،
يبقى احنا في الحالة دي فعلا بنكمل بعض داخل الدولة المصرية بسعر عادل وتوفير غذاء آمن لكل مواطن مصري. وصلنا كام بقى يا فندم مساحة إنجاز على هذا العام مقارنة بالعام الماضي؟ بالعام الماضي احنا قلنا السنة دي هنلتزم بالحصر الميداني اللي هو 3.2 مليون فدان اللي هو كان نظيره الإلكتروني 3.8 مليون فدان لكن احنا تغاضينا وقلنا هنلتزم بال 3.2 اللي هو المساحة الأقل طبعا واحنا كلنا عارفين ان في وطنية كبيرة لكل اخواتنا المزارعين المصريين وهم عايشين الحراك العالمي كله وعارفين قيمة القمح الموجود في مصر واحنا بنستورد كميات كبيرة طبعا واحنا كلنا يعني زي ما بيقولوا يعني بنقول لكل اخواتنا المزارعين ان اسعار القمح مجزية جدا وبنشدوهم دلوقتي حاليا عاوزين كل اخواتنا المزارعين يتوجه بتوريد الاقماح بتاعته الى هيئة السلع التموينية اللي لها اكثر من 450 منفذ موزعين على محافظات الجمهورية وبرضه بنشدوه بنقول له حاول تورد القمح بتاعك دون وسيط حتى لا تستغل ويخصم من هذا السعر اي شيء بحيث ان انت لما هتقوم بتوريد اردب القمح هتتحصل على القيمة الكلية النقدية لهذا الأرداب دون نقصان فأنا شايفين إن ديت من خلال هذا اللقاء الكريم في توقيت فعلا لصالح المزارع المصري إن هو يروح يورد القمح بتاعه الفلاح للحصول على أعلى سعر. الفلاح المصري فلاح وطني بطبعه. نعم. وده شهدناه أيام الثورات اللي فاتت. نعم. على الدولة المصرية كان هو الوحيد اللي شغال في أرضه وبيزرع مع أن باقي الموظفين أو باقي القطاعات وقفت عن الإنتاج وحضرتك طبعا كنت من أول المصرحين وبتقول أن الفلاح المصري ده هو أساس وعمود الدولة المصرية. نعم. بس أنا برضو عايز أعرف الفرق النهاردة إحنا عندنا 3.2 مليون فدان إنتاج خلال الموسم الشتوي في الحصاد قمح 23 السنة اللي فاتت كان قد ايه يا فندم؟ السنة اللي فاتت كانت 3.6 مليون فدان كان 3.6 مليون فدان بس احنا قلنا ليه السنة اللي فاتت دخلنا من الحصر الالكتروني برضو الحصر انت لو عملت متوسط هتلاقيهم برضو 3.6 فاحنا قلنا لا احنا بناخد بالحيطة عشان متخذ القرار داخل الدولة المصرية صحيح لان العملية مش عملية ارقام عرض ارقام لا عرض حقائق واقع عشان احنا الدولة بتحط استراتيجية بالذات امن الغذائي داخل الدولة المصرية صح. طبعا احنا شفنا في الفترة اللي فاتت برضو ان المساحات البرسيم زادت برضو عشان الاعلاف عشان لازم احنا برضو الحقيقة لازم تزاع معلش احنا مش هنغمض ونحط دماغنا زي ما بيقولوا في الرمل لا في اعلاف تمنها غالي فبدا الفلاح بطبعه زي ما قلت هو اقتصادي التعويضي بقى في بدا يعمل يعوض الزان بدا يزود حبه في مساحات البرسيم ما لما انا ببص للبرسيم ما ببصوش كمحصول علف وخلاص او اخضر وهيترمي لماذا المواش لا انا ببص له ان ده لحوم دي البان صح مصنعات البان ومكسب يومي برضه ودخل لاخواتنا المزارعين بيع لبن بالنسبه للبن ومنتجاته احنا بنبص للبرسيم كده بنبص له كلحوم ومنتجات البان والبان لاستخدامها داخل الدولة وصلنا المصرية. وصلنا للبرسيم مساحة قد ايه يا فندم السنة حوالي 1.6 مليون فدان اعلى من السنة اللي فاتت كنا 1.2 مليون فدان يبقى الفرق موجود يبقى احنا عندنا حوالي 400,000 فدان او 450,000 فدان دولت راحوا في اتجاه الايه البرسيم زيادة في البرسيم بالظبط زائد دقة المزارع نفسه معلش يعني المزارع دلوقتي بقى بيدقق في مساحاته لانه عرف انه ممكن يكون عليه توريد اجباري هي برضه هيبقى ليه علاقه بالسماد المستخدم يعني لازم يكون فيه برضه كمدعم شفافيه برضه في الحوار ما بينه وما بين بعض ان البرسيم ما بياخدش سماد اسمده القمح هو اللي بياخد السماد وبالفعل احنا بدانا نعمل بنحصر دلوقتي او بنحصد التوازن لكميات الأسمدة اللي هي موجودة داخل الجمعيات الزراعية أو منافذ الخاصة بتوزيع الأسمدة الأسمدة متوفرة فندم ولا مش متوفرة داخل بفضل الله داخل علينا الموسم الصيفي هذا الموسم بسموه الموسم الرابع 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 يعني سنتين
لأول مرة منذ أكتر من 15 عام بيتم صرف أسمدة قبل موسم الزراعة تحت حصة الموسم الشتوي أو تحت حصة الموسم الصيفي. يعني أنا داخل عليه إحنا دلوقتي حضرتك من يوم 1/4 وأعلن لا مانع من صرف ثلاث شكارة يوريا لكل مزارع من حصة الموسم الصيفي. وإحنا بنجدوه برضو من خلال هذا اللقاء الكريم مع سيادتك. توجه أخونا المزارع إلى الجمعيات الزراعية وخد ثلاث شكارة يوريا مقدم من احتياجاتك للموسم الصيفي عن كل فدان، وخلوهم عندك في مخزنك أو في مكان آمن عند حضرتك في البيت، استخدمهم مع احتياجات المحصول لما تزرع الموسم الصيفي بتاعك، سواء ذرة شامية أو ذرة رفيعة أو قطن أو أرز. احنا بنقول لك خدهم عندك وخليهم للاستخدام بحيث تحطهم في المواعيد المناسبة، لأن مش كلنا بنزرع في يوم واحد، احنا بنزرع في مواعيد مختلفة بالنسبة لموسم الزراعة. فبنقول لك احنا اللي بننجدك اهوت، اتوجه الى الجمعيات الزراعية وخدوا الكميات الاسمدة بتاعتكم كجزء مقدم من احتياجات الموسم الصيفي، وسنواليكم ان شاء الله. اذا على لسان الدكتور عباس الشناوي قطاع الخدمات، الاسمدة متوفرة في الجمعيات وبننجدهم ياخدوها. ايها الفلاح، اتوجه الى الجمعيات الزراعية واصرف بداية الموسم الصيفي بتاعك. لو عندك مشكلة، قطاع الخدمات متواجد، الجمعيات الزراعية، وكلاء الوزارة في المحافظات متواجدين. أي شكوى توجه مباشرة لوكيل وزارة الزراعة أو مدير مديرية الزراعة. ندخل على موضوع مهم، طالما الأسمدة متوفرة ندخل برضو قبل ما نختم الموسم الشتوي، بنجر السكر. عايزين نقول السنة دي وصلنا لكام وإنجازاته إن شاء الله. بالنسبة للمحصول بنجر السكر، احنا بنعتبره من المحاصيل الشتوية الهامة داخل الدولة المصرية طبعا، ولازم نستفيد من بعض الأخطاء أو الاختناقات في الأعوام الماضية. ده شيء طبيعي في العمل الزراعي. احنا كان عندنا العام الماضي وقبل الماضي تم رصد ان في فترة معينة كده اختناق في توريد بنجر السكر لمصانع السكر. طبعا شيء طبيعي، احنا النهاردة طبعا داخلين على زراعة الموسم الصيفي. الفلاح بطبيعته بيقوم خلاص يحس ان هو مزنوق، يروح يقلع كل البنجر بتاعه ويرميه على السكك والطرق. بنقول له لا، بالراحة، التزم بخريطة التقليع اللي بينك وبين المصنع لحاجتين اتنين. اول شيء بتحافظ على الانتاج بتاعك من ان هو لما بتشيل انت وتقلعه وتسيبه عرضة للحر 10-12 يوم بقيمته بتنزل وبوزنه بيخس والجودة بتاعته بتكون أقل. وتاني شيء ده بيأثر على كميات السكر داخل المصنع. فاحنا بنقول لك تحاول تلتزم بمواعيد التقليع اللي بينك وبين المصنع بحيث تقلع البنجر بتاعك في خلال 24-48 ساعة يكون المصنع محضر عربياته ويشيل البنجر بتاعك، تاخد الوزن الحقيقي وانت هتستفيد بيه طبعا كمردود إيجابي نقدي، والمصنع برضه ياخد مادة طازجة ممتازة تديله أفضل أنواع السكر داخل المصنع. فإحنا برضه من خلال هذا اللقاء الكريم بنناشد كل أخواتنا المزارعين الالتزام بخريطة التقليع بالنسبة للبنجر لعدم حدوث أي اختناقات بالنسبة لتوريد البنجر إلى المصانع المختلفة. بنجر السكر يعني اللي هو بنجر السكر. بنجر السكر. بنجر السكر تحديدا. عايزين وصلنا كام انجاز في السنه دي كفدان؟ احنا زرعنا الحمد لله هذا العام 600,000 فدان بنجر سكر تقريبا. 600,000 فدان دولت بفضل الله سبحانه وتعالى كانت الحاله الممتازه جيده جدا هذا العام. بندعو الله، احنا دلوقتي تم توريد تقريبا حوالي 50% او 300,000 فدان لمصانع البنجر. بنامل ان ال 300,000 فدان اللي باقيين دولت يتم تقليعهم طبقا للخريطه التقليع المخصصة والعلاقة ما بين المصنع وما بين المزارع بحيث ما يكونش فيه هدر لهذا المحصول على الطرق والجسور، ويتم إن شاء الله اللي بيتم تقليعه يتم نقله مباشرة إلى المصانع طبعا لتحقيق المميزات سواء للفلاح ككمية دون نقصان، وأيضا الميزة للمصانع للحصول على أعلى كمية سكر من هذه المساحات لهذه الكمية. دكتور عباس، لو احنا طبعا كده ختمنا الموسم الشتوي،
وحضرتك اتكلمت لي ان في توفير اسمده في الموسم الصيفي بفضل الله. نعم. النهارده محتمل لو انا هزرع، انا كفلاح بقى عايز ازرع محصول صيفي، محتمل مثلا اهم محصول صيفي الذره الشاميه والرفيعه والقطن والرز. نعم. محتمل خطط وزاره الزراعه بقى كام فدان من الذره الشاميه وكام فدان ان شاء الله من القطن وكام فدان من الرز؟ بفضل الله سبحانه وتعالى بالنسبه للذره الشاميه والرفيعه المستهدف 3.3 مليون فدان، وده بيعتبر المساحه اللي يعني بيسموها المساحه الرئيسيه في الموسم الصيفي اللي هو الذره الشاميه والذره الرفيعه. الذره الشاميه في حوالي 2.8 مليون فدان، والذره الرفيعه في حوالي 400,000 فدان، بيدخلوا الاثنين مع بعض كده تقريبا في حوالي 3.3 مليون فدان في الدوله المصريه. بفضل الله سبحانه وتعالى دولت كلك بينزرعوا باصناف هجوم فرديه وثلاثيه عاليه المحصول وعاليه الانتاج. معلش كنا هنبص للاسعار التقاوي فيها زياده سنه، لكن المنتج من هذه التقاوي بيعوض بفضل الله سبحانه وتعالى، الانتاجيه بتبقى مرضيه للفلاح، وما يحاولش يزرع من محصول كان زرعه العام الماضي لان ده بيأثر عليه في نقص في المحصول قد يصل الى 30-40% نقص في المحصول. ولذلك بنقول له لازم تزرع سواء ذره شاميه او ذره رفيعه بتقاوى منتقاه سواء من مركز البحوث الزراعيه او من اداره مركزيه الانتاج التقاوي او من الشركات الوطنيه اللي منتشره في الدوله المصريه وخاصه في محصول الذره الشاميه والذره الرفيعه. طبعا بالنسبه للمحصول الذي يتعانق مع محصول الذره الشاميه محصول القطن اللي بفضل الله سبحانه وتعالى تم زراعه تقريبا دلوقتي حوالي 30,000 فدان منه، بنعمل الوصول فيه الى 400,000 فدان هذا الموسم، لكن احنا عندنا تقاوي جاهزه تغطي ازيد من 500,000 فدان، وده زي ما بيقول ان انتاج التقاوي عاطل كبير جدا على وزاره الزراعه. احنا ان كان المستهدف احنا بنقول توفير تقاوي منتقاه من القطن لتغطيه 500,000 فدان، لكن بغض النظر ان انزرع 350,000 انزرع 400,000، لكن المزارع ما يحسش بعجز في التقاوي المنتقاه بالنسبه للقطن. وزي ما نقول برضو ما نلتزم بالخريطه الصنفيه طب سواء للقطن او للذره الشاميه. المحصول الثالث بقى يا فندم، المحصول الثالث الرئيسي بتاعنا اللي هو محصول الرز، بنقول برضو لاخواتنا المزارعين ان في خريطه بالنسبه لمحصول الرز، بنزرع حوالي 1,074,200 يعني 1.1 مليون فدان. ضرورة الالتزام بهذه المساحات وعدم التوسع عنها طبعا، لان هنا كل اخواتنا المزارعين والمواطنين المصريين يعون تمام الوعي كميات المياه المتاحة، فمش عاوزين اي مزارع او يبقى فيه تجاوز في مساحات الارز وبعد شهرين او شهر ونص يدخل في مشكلة عجز مياه ويقول لك انا حرقت الارض بتاعتي عشان كمية المياه مش متوفرة. فبنقول لك التزم بخريطة التوزيع بالنسبة لزراعات الأرز في محافظات الأرز التسعة المعروفة، لازم نلتزم التزام كامل بهذه المساحات للحفاظ على كميات المياه المتاحة اللي هي بتروينا القطن وبتروينا الذرة وبتروينا الرز. ملف الحفاظ على المياه طبعا، الحفاظ على المياه ملف مهم، وبرضه بندعو الله سبحانه وتعالى ان اللي يزرع رز ان كمية المياه المتاحة توصله الى بر الأمان لنهاية الموسم للحصول على أعلى كمية من المساحة الأرضية. دكتور عباس في موضوع يعني احنا لو طبعا الوعي والحس الوطني للفلاحين والمواطنين المصريين هم بقوا على درجة من الوعي، يعني يعوا خطورة ماذا تقول أو المعلومة اللي أنت عايز توصلها كوعي إعلامي، إن أهم حاجة نحافظ على المية وفي نفس الوقت نزرع في الأماكن المسموح بها زراعة الرز. ودي طبعا فيها سوابق كتير لأن كل سنة بندعو بهذا الملف والحمد لله الدولة المصرية بتنجح فيه. الحمد لله. الملف الأخير اللي أنا بأحمله وجاي بيه من طلبات المتابعين لبرنامجي ملف حماية الأراضي. الملف ده مهم جدا لمعظم المواطنين المصريين بفئاتهم بقى، مثلا واحد عنده حتة أرض عايز يبنيها كذا، نفع عام مدرسك. وصلنا في ملف حماية الأراضي إنجازات قد إيه؟ وحافظنا على الرقعة الزراعية قد إيه؟ وإيه اللي تم خلال هذا العام في هذا الملف وبالأرقام؟ خلال هذا العام، العام الماضي ده واللي احنا فيه حاليا يعني، حماية الأراضي
احنا بنعتبر في انجاز كبير جدا. اول شيء من الناحيه القانونيه تم تغليظ العقوبه طبقا للقانون، واضيف من ضمن تغليظ العقوبه ادرجت ان هي بقت جريمه مخله بالشرف. يعني ايه جريمه مخله بالشرف؟ يعني اللي هيتعدى على الارض الزراعيه وتنسب اليه هذه الجريمه بقت وصمه عار بالنسبه له ولاولاده والعيال عمه والعيال خاله وكل الاسره، هتحجب عنهم يعني اشياء كتيره جدا. طب ده يا فندم لما تبقى جريمه مخله بالشرف معناها اللي هيقوم بالجريمه تعدى على الارض الزراعيه لازم يمتنع، وكل اقربائه لغايه الدرجه الرابعه يقوموه لانهم هيمثوا بمخالفته. فلازم، وانا بعتبر دي نجاح للدوله المصريه، طالما ان لم يكن هناك رادع لداخلي لازم يكون في قانون رادع للتعدى على الارض الواقع. وبالفعل في الارقام، وبالفعل نعم بدا في تقلص بالفعل في التعدى على الارض الزراعيه. وصلنا لكام؟ زائد الازاله في المهد. وصلنا لكام؟ في بعض المحافظات دلوقتي، يعني ان كان عندنا 27 محافظه اللي هم بيمثلوا 28 مديريه بالنسبه لنا، مديريات زراعه، مديريه زراعه، في على الاقل كل يوم في من 8 ل 10 محافظات ما بيتمش فيهم تعدى على الاراضي الزراعيه، صفر صفر. فده بتعتبر ده برضه مردود ايجابي لمين؟ لقانون او تغليظ العقوبه. طبعا في تغليظ العقوبه كمان على المقاول اللي بيتم يشارك في الموضوع، المهندس الاستشاري اللي بيشارك في الموضوع، كل دولت بياخد عليهم عقوبات. اي حد مشارك في هذا الجرم بيعاقب، مشارك في هذا الجرم بيعاقب، واخطرهم ان هي بتعتبر جريمه مخله بالشرف لانها بتمس الفرد نفسه وكل اقاربه، فبيعتبر المنع ذاتي، والاخرين الاقارب يكون لهم دور في منع القريب من التعدى على الارض. طب السؤال هنا يا فندم برضه في حاجه مهمه بعد اذن سعادتك لو سمحت لي. اتفضل يا فندم. قيمه الانتاج الزراعي من الاراضي دلوقتي بقت قيمه كبيره مربحه، بقت مربحه، يجب كلنا نهتم بيها لان هي مربحه من حاجتين اتنين، كقيمه نقديه للانتاج من وحده المساحه ومساهمه فعاله في الامن الغذائي داخل الدوله المصريه. فندم السؤال هنا، نجحنا في الحفاظ على الرقعة الزراعيه عن العام الماضي بنسبه كم في المئه تقريبا؟ لا احنا كتير، احنا بنتعدى اذى من 70% دلوقتي. 70%؟ اه يعني احنا نجحنا رجوع للخلف في التعدي على الاراضي الزراعيه 70%. اكتر من 70%، ودي حاجه كويسه جدا. ده زائد طبعا ان احنا وسعنا مساحات تانية في الظهير الصحراوي، واللي كويس قوي اللي هي بيسموها الازاله في المهد، يعني عدم تطور البناء. يعني دلوقتي بنرصد المخالفه تنزل على طول المهندسين او المدارة المحليه طبعا، واحنا بنقدم كل الشكر لكل الساده المحافظين بصراحة عليهم عبء كبير جدا في هذا الاتجاه، وأنا من هذا المكان بتقدم لكل السادة المحافظين على مستوى الدولة المصرية بكل الشكر والامتنان لما يبذلوه من جهد فعلا في الإزالة من المهد، التعدي، وخاصة الإزالة في المهد قبل تطوير البناء، ودي بتعتبر الخطوة الإيجابية الممتازة اللي احنا بنشكر فيها كل السادة المحافظين، السادة الزملاء المهندسين الزراعيين، الزملاء بالوحدات المحليه، واحنا كلنا دلوقتي بنشتغل فريق واحد، سواء كانت وزاره الزراعه او وزاره التنميه الاداره المحليه او التنميه المحليه، معانا وزاره الداخليه، كلنا بنشتغل، معانا طبعا وزاره العدل اللي هي المظله بتاعتنا في التنفيذ، كلنا كده بنشتغل كفريق واحد لازاله التعدي على الاراضي الزراعيه. دكتور عباس، يعني افضل كلمات حضرتك ان انت بتختم بيها حوارنا الشكر، ان انت بتشكر كل من له دور فعال في خدمة الوطن ودور فعال في الحفاظ على الرقعة الزراعية. ده افضل ختام ما يقال في حق الدولة المصرية في هذا الحوار، وده تقريبا يعني الامتنان بالشكر يدل عن الانجاز، ده اهم ما في الحوار. زائد ان طبعا لابد ان اقر واعترف ان بالارقام اللي اتقالت النهارده ان فعلا في انجاز في قطاع الخدمات الزراعيه المقدم بكل ما يستلزم الفلاح. بنشكر حضرتك في نهايه الختام، وطبعا انا باقر شكري الحار لاننا
على ميعاد دائما سنويا مع حضرتك لعرض الإنجازات، وده شرف ليا إن دائما وأبدا بأكون منبر وزارة الزراعة لنشر الوعي الزراعي، وفي نفس الأمر عرض الإنجازات التي يلمسها القاسي والداني داخل الدولة المصرية. والشكر موصول طبعا لسيادتك الأستاذ الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، شكر حار مع إنجازات وتمني بالنجاح والتوفيق الدائم. وطبعا الشكر أيضا لدولة رئيس الوزراء ودولة معالي وزير الزراعة، لأن هو بيدعم، احنا قاعدين وبنعمل الحوار ده عشان في دعم من وزير الزراعة لكل الفلاحين متمثلين في قيادات وزارة الزراعة، لأن لو ما وجد دعم لم يجد المسؤول ما يعطيه للفلاح. نعم. فبشكر حضرتك على هذا الحوار، وإن شاء الله بإذن الله تعدنا على حوارات قادمة بإذن الله في مراحل قادمة بإذن الله. دكتور عباس، احنا بنشكر سعادتك وبنشكر كل طاقم الإعداد المصاحب لحضرتك. شكرا. وبنشكر كل السادة المشاهدين المتابعين لنا ولي يعني اهتمامات سعادتك بملف الزراعيين داخل الدولة المصرية، ونتمنى لبلدنا النماء والرخاء والاستقرار والأمن والأمان إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، من الأمن والأمان والرخاء أفضل ثلاث كلمات قالهم مسؤول الأول في وزارة الزراعة عن الخدمات المقدمة للفلاح الأستاذ الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات. أحب أختم حواري وأختم في ثلاث أرقام. عندنا السنة دي في الموسم الشتوي 3,200,000 فدان قمح، عندنا 600,000 فدان بنجر سكر، عندنا 1,600,000 فدان برسيم للإنتاج الحيواني. إنجاز، وبالأرقام إن شاء الله بإذن الله على وعد في لقاء آخر بعد ختام الموسم الصيفي عشان نقول في إنجازات ولا فيش إنجازات في برنامجكم ملفات مسؤول. انتظرونا في حلقة قادمة وإنجاز آخر ومواجهة مع مسؤول آخر في برنامج ملفات مسؤول. كان معكم عربي عيسى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.